هنا العاصمة الرياض، وهنا تقع القصور الملكية التي أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلميمها، وتشمل 15 قصرا. كاميرا اليوم تجولت بداخل قصر الأمير العنود بنت عبد العزيز، وهو أحد القصور التي تقع في ظهيرة الرياض. احنا الآن نقف خلف قصر صاحبة سمو الملك الأميرة العنود بنت عبد العزيز رحمة الله عليها. القصر هذا كان في الثمانينات والتسعينات الهجرية شعلة من النشاط والحيوية في هذه المنطقة، من كثرة الناس التي تفد إلى هذا القصر للسلام على صاحبة سمو الأميرة العنود بنت عبد العزيز رحمها الله وزوجها الأمير فهد بن سعد غفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته. هذه الأحياء كانت في الثمانينات هي عبارة عن أماكن حيوية يوجد بها الكثير من عوائل الرياض. الحي كان يسكنه عديد من الأسر الكبيرة، منهم أتذكر صفيان والمغسيب الشيخ عبد العزيز بن حلوان هنا، والشيخ راشد بن خميس والسويلم الاثنيان في هالناحية، والشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميع والعبدان. مباني التراث العمراني ستصبح عن قريب موردا اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، فهي تحمل قصصا عاشها جيل العاصمة الماضي ليحكيها وعن قريب لجيل الحاضر. لصحيفة اليوم خليل الجبيري، الرياض.